لثلاث سيارات متتابعة. حول أخرج. شوف هاد الفيكيل هاد 21406 وفورغو سبرينتر. على بعد كيلومترين هناك نقطة ثانية لنصب حاجز التفتيش مباشرة بعد أن تبلغهم المعلومة، لكن المهرب بمجرد رؤية الجمارك لم يمتثل للأمر بالتوقف وراح يخترق الحاجز. كمين هذاك جابت نتائج رائعة من خلال الكمية الكبيرة للكيف المعالج التي حجزت، التي قد تقدر على حسب نظرة واحد بين 5 طن ولا أكثر. وسط ظلام حالك فر المهربون تاركين كما هائلا من الكيف المعالج. لدى عودتهم إلى المفتشية عبر أعوان الجمارك عن فرحتهم بما أنجزوا وتوعدوا لمن يترصد لشباب الجزائر. من أول جانفي 2012 إلى يومين هذا أنا تقريبا في 73 قنطار. أما بما يخص كل الأسلاك من جمارك ودرك وشرطة الكمية تفوق 250 قنطار. العملية تمت بنجاح، حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج. المهربون الفارون تم تحديد هويتهم من خلال وثائق عثرت عليها مصالح الجمارك، وتبقى القضية قيد التحقيق لتفكيك باقي أفراد الشبكة الدولية المختصة في تهريب المخدرات.